اهلا وسهلا ومرحبا بحبيبي وصحاب، كيف بقيتوا؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله رب العالمين. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو كيف بقيتوا؟ مزيانين لاباس عليكم؟ صحيحة لاباس؟ اش كتعاودوا؟ كي درتوا مع الجو؟ واش كاين عندكم البرد؟ واش كان عندكم الصاد؟ المهم اليوم ان شاء الله اخوتي غادي نمشيو حنايا كاملين مع خليل الحاج. مسكين اليوم خليل الحاج غادي يمشي فيها مع خالتي فاطمه وسامه عين نظر. اليوم مسكين خليل الحاج غادي يمشي فيها ان شاء الله. تبعوا الفيديو باش تعرفوا شنو غادي يوقع بلا ديطاي هنا في هذا الفيديو هذا. المهم تحياتي لكم فيما كنت داخل وطن وخارج وطن، ولا كنت اول وحده غادي تدخلوا عندنا للقناه نتمنىكم نتمنى انكم تضغطوا على زر الاشتراك مع تفعيل الجرس باش اي حاجه درناها توصلكم. يلا خليكم انا خوتي، تحياتي لكم. كنحماق عليكم. كنركب معك اسامه، ركب معك انا صدبي وعاين وقت غادي بلا بيا. يلا صدق معك، صدق معك. ديري معاك أسامة، نجيش معاك. واخا فيك، واخا فيك. فاشو تبيلة شوف طلوبين. وصلك بيا انت، أجل أنا ركب حداك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الحبوب الصحاب، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله رب العالمين، وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى يرزقكم بالصحه والسلامه واي حاجه زوينه كتمنوها في خاطركم قولوا امين. امين. بعد ما قلتي امين غتهبط دابا لديك العلامه الحمراء اللي فيها صابوني، كليكي عليها وفعل معك داك الجرس باش يبقى يطلع لكم هذا القمقم هذا، تبقاو تفرجوا فينا ديما ان شاء الله باذن الله. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نمشيو حنا ومالين الدار الوالد الوالده وفاء انا اسامه باش غادي نديروا واحد العمل اللي غتشوفوا ان شاء الله في هذا الفيديو. وخليكم معنا. بلاتي 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 اييه بلاتي بلاتي شويتي لاله، ما يبقاش فيك خير الحاج. ها يبقى دابا انت من الرجال، دابا انت ما حاسش باباك. الله يحسن العوان. وي راه ظروف الحياه وحياتك كديري معنا دابا نديري حنايا. انا راه جدتني عيطت من هنا ما غاديش ندوز معها. صافي كتسلم الامر الواقع. انتم اخوتي ديك القجه اللي عاودت لي عليها قبيله هي اللي واقعه لي دابا. راه دابا قالت لك خصها سيدي تبدل التليفون. لا شنو بغيتي؟ دابا الايفون خير الحاجه هو 13 13 وشنو تحت 13؟ دوز دوز وشحال يدوز ليا؟ راك دوز شحال ليا؟ ما كيدوش سبحان الله العظيم. ما كان ما والله شحال الثمن ديالو؟ ما عرفتيش. بغيت نبدل اندرويد، بغيت ندير ابل. بغيتي تحيدي سامسونج؟ اه ابل ما غاديش يعجبك انا عارف. علاش؟ لان سامسونج عندك سيستم مفتوح بزاف ديال اللعيبات. كنت انا باغا نكون مفتوح، انا باغا نبغي الاخر. بغيت نسد على راسي اسيدي. اذا شغلك كنت تسدي على راسك؟ وانا نسدو صافي. شحال حنا حالين نسدو على راسنا خوتي. عندي لي زافير غاد خصني التليفون يكون سيكيريزي. سيكيريزي؟ وي. ما يعجبكش؟ ما يعجبكش؟ انا انت اللي ما عجبكش. لا والله ما يعجبك. انا بعد الابل تفرقت معاه واقيلا من 6 اس بلس تقريبا. كنت كندير غير الابل، ما كنتش كندير شي حاجه مغيره. الايفون عندي خاص الابل بي سي حيت انا الشيء كيعجبني الصراحه الله. يما الابل ولا كيعجبني الهواوي؟ والله الا الهواوي الا واعر. الهواوي احسن لك من الابل. وياه والله اللي واخد الهواوي تنبدل. تبغي الهواوي؟ هذاك اللي كان عندي الاب بي ديس ولا سميتو؟ بي ديس. بي ديس كنت جبتوك عقلتي. اول تليفون جابوه لايوب. مترس؟ لا لا كنت قبل خرجت جيتي شي واحد قبل منه. ولكن هذاك بالضبط اخوتي كان حمقني. ويلي كون لقيته كون بدلته الصراحه. الله بهذاك هذا ماشي اللي عندي. شحال عندي دابا انا؟ اس ديس. اس ديس بلس. اس ديس بلس الصراحه الله نبدلو بذاك الهواوي. الله تنبدلو. عرفتي تلف شده صغيور وزبيب ونوته في البصمه ديالو كيطير. فيه مجموع فيه الايفون مجموع فيه الايفون. تعجبني الصراحه هذا ولا الصوت ولا كل شيء. عارفك جيبوا لي عارفك عارفك. شنو بغيتي الهواوي؟ جاك الهواوي بعدي غير الابل. الابل ثمنه غالي. ياك بغيتي الهواوي صافي جاك الهواوي يدوز. ما تخافيش كاين. لا دوز ما يدوزش هذاك. الايفون دوز لا ما يدوز. واش كون بحالنا خوتي بحال هذا؟ اسامه راك وصلت علينا انت مالك؟ هذا اللي لزان ديال هنايا. التليفون ديال من اسامه هذا؟ ديال من هذا؟ باك الحاج. باك الحاج ديال باك الحاج. هذا ايوب. هذا اخر شد انا ايوب. ياك هو ديال ايوب. هو ديال ايوب قال لك. دابا وفاء شافتنا كنصوروا دابا هذه المره الفيديو برعايه التليفون. كنصور لكم بالتليفون اخوتي. اييه صباح الخير. صباح الخير. اهلا. كصبحتي؟ اخوتي نعس واحد النعسه. عمرني اخوتي نعس الطونوبيل ترى النهار واحد النعسه حلوه فينا. شكون بحالي؟ اول مره انا ما كنعش. ما عرفت بقاو كيهضروا وعرفتي جاتني هضرتهم عجباتني. تقول بحال اللي قالت في بيتي عرفتي هاد الكوسان زوينه طب وهاد الشيء طب هذا زوين. احنا بعدا فين؟ نزلي نزلي. كيبان غير لي ماكازا. خرجنا المغرب ولا؟ لا خرجتي على خرجتي على راسك. انا هي هذيك بعدا. لا هي هذيك. نعسر ما عرفتش اخا على راسي. يلا خواتي يلا نمشيو نشوفوا شنو كاين. فين وصلتي يا لاله؟ السي ايوب على تحيه كاع المتابعين تلقينا هنا. تحيه كبيره كبيره كنشكرهم بزاف على التبوا ديالهم. تحيه للمتتبعين اللي تتفرجوا فينا اللي تلقينا هنايا اللي جايين يشريوا. تحيه للناس اللي خدامين هنايا تا هما كيتفرجوا فينا. شكرا لهم بزاف وكنقدم لهم تحيه كبيره. كما كتشوف اسامه
دراما قول السلام عليكم. شنو السلام عليكم؟ لا دق عليها دق عليها. عجبتني انا الثلاجه هذه. صحه صحه. الثلاجه كنا صورنا لهم شحال هذه ما طيحوا فيها في الثمن ولا مازال ما طيحوا جمعه. مازال واقيلا ما حاش اللون فيها خطير هذا اللون تجي مسوزيمه. ما تزدحاش. دق دق عليها دق عليها اسامه دق عليها. لا بلاتي عين وريك بلاتي. يلا دق عليها دابا بلاتي تطفى تطفى يلا دق دابا دق الفوق اه صح شتي هذيك تحل ولا لا هذيك هي هذيك تحل وقيله من هنا بلا ما تحلها كامل الوالده الوالده جبتي الوالده هنا ايوا شفت الثلاجه هنا الثلاجه اه هنا الثلاجه ها هي وفاء ها انا حليتها ورا واحد البياسه واحد البياسه لتحت شتي انا عجبوني هاد القريعه تاع الطرويات راه عطيوهم لكادوكم ما تخافيش واحد البياسه ها هي شتي عينا وقلبنا وفاء فين تا هو الثمن ديال الوالده شي حاجه 2 مليون و190 الف ريال مازال غاليه شي حاجه انا ما مسدودين سامح حلولين هذا شتي شوفي ها انت لا وسام بركه ورا الكادو فيها الكادو ها هو اش كادو لا صبيحتك وعاشت لاعب صرت لنا نديوها الا كانت شي سرطانه شي مضمه ديال الدم نديها ما دايرينش كادو بحال هكا غنخليوها هذا هو الجهد ديالي عليكم زعما شي جبل الصخره هي اللي غنطيب نخرج ولا كتزيد فيه انا واحد الصاله داق الكوزينه مش حنبوقا شي حاجه كاينه المراه اللي ما تجيش تشري ثلاجه ولا شي حاجه تقصد شوف انا بعدا والله خاتمي تزوج الصاله غيرت المغربيه بعدا تمشي عوف الشق هذا الشيء قبل ما نتزوجش مسوقه انا شي ولا ملي تزوجت ما تعجبنيش شوف هذا الشيء ولا حيت كانت اغلبيه الكوزينه بنت نعاس مابقاش غير ماما كتبقى باش تزوجي كتبقى الكوزينه كتشوفي الكوزينه كتشوفي بزاف الحوايج كتخصك الله يسهل على كل وحده والله يفرحك امين يا ربي الله يرزق كل وحده من حيث لا تحتسب يا ربي امين امين عرفتي انا خاتي العزت السلام عليكم اخواني اخواتي بنياتي وليداتي تحيه لكم كاملين وشكرا لكم تبارك الله عليكم ايوا نمشيو عند الحاج راه تيتسنى شوفوا اليوم اخواتي مع التعصب علينا ما خصناش نعصبوا دابا خصناش نبداو خافرا ونديروا الخطر يلاه خاتي هو تقمطوا هو غادي حنا كنديروا صبروا صبروا ما عرفتش تقمطوا دابا العيله تغريت تبارك الله راه عارفين دابا راه عارفين حاجتك للراجل سايسي داكشي اللي كان خالد وصبري راه تيجي خلاص معصب هو خصو يلقى لك سخطو دغيا دغيا وحصبت غير تعصبت هو خاطر ما شاريش ما شاريش انا والله ودي شكون نعصبك ودير زعما العالم الا انت عجبني هذاك الالكترون كيعجبني غير ندور فيه هنايا ان شاء الله غتشري لا لا ما نشريش كيعجبني نجي ندور فيه مع الاضواء الفوق وداك الشيء بعدا خصني نسبق لك ليله قبل ندير لك مليون الشحمه وندير لك بصح شي فران ونقاد لك نفرش لك مزيان باش لا غدير شي الغدر بدا انتم شكون اللي باقي بحال وفاء تيتلفوا ليه اه تحدي 160 دائما وفاء تيتلفوا ليه 160 ريال دابا 7000 درهم انت 7000 درهم هي 140 493 درهم شحال 500 درهم قل درهم هي 150 الف ريال قل درهم ولكن ملي غاتمشي تخلص تما تصدق زيد عليها شي 10 درهم اخرى ديال الطيفيه الطيفيه غير قربونا بها الصراحه احيدوها دابا عرفتي دابا قولي وفاء الوالده شنو كدير حاليا كدير المقارنه بين مرجان والكترو بلانيت انا ضروري خاصك تصاوب هذه بغيت تاخذ شي حاجه دايره 393 درهم شوف القضيه حنا بعدا العيالات فاش بغيتي تاخذ شي حاجه كدوري مزيان كتقلبي باش ما تقلبيش في الثمن شتي السوق هو الثاني السوق فهمتي السوق كتقدر السوق كامل غير بطاطا كتقول 160 140 80 60 وكتضر زيد عليك ولا شي حاجه صح اختي سمحي لنا كلمه الوالد من الصباح وانا كنقلب عليه والتليفون ديالو كاين عندي دابا غادي نمشيو نقلبوا علينا والوالده نشوفوا فين غادي نلقاو عرفتي شحال قلبنا قلنا له بلاصه الثلاجات مشى صلى شكون نعت لكم باش دابا حنا دازين تقلبوا انا ما نعت حتى شي واحد مشيت كنقلب على الجامع قلت له ما قلت له شوف قال لي غير قلبي على هذه المحلات راه تقيم حشيت هنا انا كيقيس واحد الزبر ديال بلبينه دابا راه شرا الكيطمه خصو يعتزن عليه الحوايج كتبات تتسطور نوريهم بعدا شوف الكاتمه اللي خطا الحاج هانتوما راه غير مارك هادي هادي الدوا الحمزه زويون هذا هادي بغيتها الحمزه انا ولكن انا عجبتني هاد الكاتمه الصراحه ايوب هادي انا كنت في هاد عجبتها ما تعجبنيش حاجه شويه سامت ما هو عجبته بغا لا هذيك زوينه هذيك عجبتني الدوا الحاج زوينه دابا انا بغيت الحمزه هادو ايوا لقينا حصلناه هذا الله وفق حصل ما يعاودش يحصل في المحل دابا قايم عاد قايم عاد حمزه هذا هذا
شنو ديت له هذا الحمزه تما؟ قلنا له اللي عجبني انا هذا، قلنا له هذا زوين شي طبعا هذه. لا لا الوضع شركة تفلي كتفلي ايوا هي ضروري تفلي على تشري تعطي فلوسكم وتفليه. ودينا له هذا حيدنا هذاك الاحمر دابا البرد هو عنده الموتور هذا واعر هذا عجبك؟ ايوا عطيك انت ويا الناس. لا 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 والله تبارك الله شي كيقلب على شي خلي ذاك وانت قلتي تمشي تقلبي النول على ذاك الشيء حنا مشينا كنقلبوا على الحاج لقينا الحاج دخل لواحد المحل تقدا ومخلينا حنا كنقلبوا عليه صافي الله يسرك كلشي تالف والسبب معايا تقلب لي الراس لا خصك اللعب واللعب حتى شحال عند خوتي ديال اللعب وقت القرايه ما كنبغيش ناخذ اللعب في القرايه يا بابا تقول لي حنا بدينا ومشيت شكنا جبت له الحلوه خايبه حلوه ايه ياك اسامه ياك جات بربعه دراهم ابا شحال باش تزيدي؟ دراهم تبارك الله جات الو طنات انا برا كنخرج لك كنقرب عليكم ترجع حنايا كنضربوا الدرام هنا جبت الدرام هنا كنضرب السيبه وفاء الحمد لله ملي لقيناكم كل واحد دير بشاع كل شيء الحاج شحال قلبنا عليه الله بابا درنا حط على ايوب هو بحال شي تبع شي الله بقى قدنا ضربه مزيان خلينا شاك يقيس الحوايج السوق ديالكم انا عارفهم ما كيتسالاش لباس لهذا وسام راه عاشنا في الكوفر شنو نديرو وسام ما باس الزوين وسام غايبه بارك الله عليكم ايوا هذا النهار جينا مع عمي الحاج انا تلفت تما داك الشيء دابا شفت الحاج جايبه معايا دابا كتبغي تحاول على خلي الحاج يسوق داك الشيء عاجبها والله الا داك الشيء والله الا حنا العيالات معروفين فاش ندخلوا لهاد الشيء تبارك الله مزيان كنضخو كنضخو هاد الساعه دجلنا صنع تنقلبوا عا جيتي يقلب على شي شايفين ايوا شكرا تبارك الله عليكم انا اختكم اخوتي وخليكم معنا ان شاء الله دابا حنا غندخلوا المكناس شوف فين غيمشيو دابا خرجنا من مرجان وداك الشيء دابا نمشيو دخلنا شويه المكناس دختي الوالده هنا والمحل دخلتي له تتحيق هادشي اللي اتفق له والله يسهل على كل واحد ويرزق كل واحد من حيث لا يحتسب يا ربي والحباب والصحاب كيف كتشوفوا واحد الصدفه في صدفه لا تعوض صراحه لا كنا غادي داخلين بيت مكناس خالتي شافت واحد المحل قالت مع فاك محبسين ندخل هذا المحل هذا المحل كنا ديجا جينا له مع اختي فاتحه تحيه ليها اللي كانت في مدينه السماره خالت ايوب وكان شرات شي حاجه بها هكا للدار ديالها وجينا عاوتاني لهذا المحل هذا خاطر شفت الثلاجه اللي كانت باغا والله زوينه عجبني اللون ديالها الصراحه الله مول كنشوف واحد الكريمه دابا المشاهدين دابا المشاهدين راه ما عارفينش هاد الثلاجه من ديالها دابا صافي دابا تكون مفاجاه الفيديو الجاي غادي تشوفوا لا واحد الدار جديده اييه واحد الدار جديده اول مره غادي تشوفوها ها انتما خوتي ديال الثلاجه اللي خبات خاطر حقا ديك الدار اللي غنكون لها مشوا دابا ما نكونوش فيها بزاف يعني برا مرات كتشوفونا فيها ها انتما هي هذه شوفوا تبارك الله شحال زويبله عجبتني بزاف حنا عندنا في الدار السفلينه وايوب هاد الثلاجه هذا غير الصغيره ديالها اختها في البيض غير الصغيره ديالها زوينه بزاف صراحه ضاد بكم ماشي كندير اشهار شي حاجه راه بكم تبارك الله يعني خاتي عندها واحد الثلاجه قديمه وبنفس لامارك ولكن تبارك الله صبرت وصراحه الله واعرين اللي بغيت دابا اللي كتاثر ولا باغا دير شي حاجه نصحك اختي بهاد لامارك الثمن ديالهم زوين والثمن مرفق يعني ماشي ضروري كتشري اللوغو هذا تبارك الله واخا هاد اللوغو راه معروفه بكم ولكن ناضيه اختي دات واحد الفكره عجبتني حتى انا الصراحه بلا الدار عندنا الثلاجه ال جي اوتوماتيك في الدار ولكن الصراحه ليها الدرك بزاف بغينا زعما نزيدو ماكينه اخرى يعني اوتوماتيك حتى هي غادي تكون بزاف علاش خاتي فكرت بواحد الطريقه واعره بغات تاخذ هاد الماكينات هادو كما كتشوفو هما راه بحال اوتوماتيك لا هادو شكرهم الناس قالك تيصبنو حسن الاخرين يعني. قالك يصبنو وينشفو الراس هذيك 11 كيلو ولكن تيدو خاتي ماشي ديال الاوتوماتيك تيدو خاتي ديال التيدو عادي لا التيدو اوتوماتيك صح ها وخير خير تيد عادي هادو اللي تيد عادي هادو ديال القدامين واني هادو دابا باش نوريك علاش تيد اوتوماتيك ملي درتي لها تيد عادي اييه ملي درتي لها تيد عادي غيولي رغوه ويخرج يبقى يدخل هنا شفت اوتوماتيك ما تبقاش رغوه بزاف هذيك تتبقى تحرك هذيك كتبقى كدور بحالها بحال الاخرى تتحرك دور بحالها بحال الاخرى ديال الاخرى جايه طلع وغادي كتدخل تما فعلا
وفيها تا هي كلشي. هادي لا. شتي هادي انت عادي هادي. هادي تهز الحوايج عاد تردهم هنا ينشفوا. شتيها وسيري خدمي خدمتك الشغل كالاخر. بحال عادي بحال اوتوماتيك. نفس الخدمة. تبارك الله. حتى هادي واخا كيبان لك الباب هكا حتى هي راه الا دارتها مارش راه كيخرج واحد الرسول كيشد الباب ما يتحلكش. بصح. عرفتي الراجل عنده داكشي زوين الصراحة عرفتي اللي جا في الهضرة. لا لا بحال عرفتي كنا كنجيو. ما عرفتش الا بلاصة بدوزي دابا. الا بلاصة هادي. هادي جنان مكناس. جنان مكناس جنان مكناس صراحه جنان مكناس دار مصلى دار تبارك الله ندول مع ندول ما حلو تشوفوا طلعوا تلقاو ما حصل مازال ندول لك حط السلعه وحط النوا مسكين ما كان هذوك سلام جي عجبني انا هذوك فين اخذت الباب سيري تشوف اعصب المرايه شحال هذيك انت كتقولي لي عليها ما خات نوريها الحاجه زبيبني شي عيب شي حتى انا تحطنا غير البقا كونتر بلاك زعقت الخشب صراحه هاد الشيء والله لا زبيب كوب الخشب هذا شتي تبارك الله هذا زبيبني عجبني وفرار خشب عجبوني هاد الشكل هادو هاد اللون هادي هذاك ولا هذا ها هو فرنسي وديك المرايا عجبتني ديك المرايا الساعه ديالها شتي ساعتها كانت الكري كانت الكري فيها شحال هذيك كانت الكري كاين ديكورات اخرين خرج داك كاين ديكورات اخرين عندنا اييه تبارك الله تاهي ديال الزوج زوينه ها البنترين كانت هذيك الشكل هذيك حمقاتني هذه هذه واعره هذه شي حاجه واعره هذيك الدخله ديال بابا خاتير في الكوزين داخل عندنا ديك يديروا فيها هذيك الاكسسوار ديال كريستال ولا شي حاجه اييه عجبتني بنتي كاختي هذه الكوزين داخل ديك الكبيره كنعمرها انا شرجي اه وين بلاصه ما كايناش اه بلاصه حنا دايرين ديجا فيترين عندنا في الدار ديال الزوج مشطره هذا هذاك زوين هذاك راه بالخشب شفت النور هنا راه فيه الخشب هنا خصني نعبروه فين الخشب تاعه جينا في الدخله ديال الباب اه حطيت حتى في ديكورات واحد المرايه من فوق دابا حنا جينا واحد الشرجم تما هو اللي معقد لي انا قبل كنشوف لا هذا الله الحاج زيد لي هذه هي النشاره شتيها انتما شريتها الساعه هرسها لي البنات نشرتي قبل ما يزيد لك النشاره انت راك نشرتي بيه ضروري دابا الراجل دائما تيقول لك سيدي تيلوم المراه وراه داكشي تيلوم الدار واش داير لي انا غادي نلبسها عادي ندور الكفر من تحت ندور الكفر ندور الكفر اه شادو الزرابي اللي كاينين هادو الشكيله هادو المرصويات ايوا شتي تبارك الله زاد يلاه نطلعو طويله زوينه اه سلام وجه صغيره وزوينه مجموعه شي كلشي عجبها الواليد انا عجبني هذا الزرد هذا ديال الدراري يزرب محمد بلاصه هي بلاصه ها بلاصه اه وكاين جوج بلايص كاينين جوج بلايص 150 درهم بلاصه 120 درهم بلاصه ب 100 درهم شو داك اللمبات صغيورين ديال الدراسه فيوزه تنقول اللمبات شو عاد ثاني هي دابا كيف سامع هاد الفيوزه زوينين عجبوني هاد فيوزه منين عندو زوينين كلهم صراحه انا داكشي عنيق راه الفوقي هذا راه حنا في التحت راه الفوقي زوين عاوتاني شو داكشي ديال الالكترون اسامه شوف واخا جبت فوق شينا موسي هادو ما دير جوج بلايص واقيلا ياك اخويا شوفي هانت هادو دير جوج بلايص لا هادو 5 بيس بغيت نسولك شحال كيديروا هادو اللي كنت خديت هذا 170 صدقولي واعرين هادو خالتي هاد الكوفر اللي كتشوفي فني هذا هادو اللي قلت كتبان صدقولي واعرين والله الا صدقولي واش هذا هذا لا ماشي بحال هذا عندك عندي انا فوق هذا بحال الشكل واعر والله هذا خفيف اه ولكن صدقولي صراحه هاد عجبوني ديجا عندي واحد في الدار هو اللي كندير صراحه هاد الاغلبيه وكيصبروا والله الا انا قلت واقيلا فاش نصبنا تمسحوا فيه اللوان ساعه والله يبقاو اللوان هذا فين معايا شوفي هذا اللي واعر هذا فين هذا زوين هذاك في الشتا دابا في البرد هذا في البرد مع غير يزار من التحت بركه ما تزيد حتى حاجه شحال داير هذا 450 درهم واه زوين هذا مخدد على فريم هذا كيعجبها القهوي فين ما كان القهوي لا واعر هذا لا زوين عجبني لا ترطوبيه وحتى كل اخر ماشي مشكل هذا شفت هذاك هذا هذا انتم راه كلشي يعجبكم ما تبيع الناس هذا المحل هذا خليهم غير يدوروا فيه عجبني هذا اللون انا واعر هذا اللون عجبني هذا اللون خاطر ياك هذا اللون زوين هذا اللون ايوب زوين ياك زوين ياك والله الا واعر صافي زوين هذا اللون زوين زوين شوف كيطلع عادي اجي اسامه انتم خذوا الصك كي جاكم دوي الصك صراحه هذا كيتبرمش بالضوء كيتحل بالضوء شوف تبارك الله عجبني الشكل ديالو واعر انيق حمقني هذا المحل الثاني ديال السيد النيس ها انتما دايره ديال البانيني هذه باش يعرفوا البنات ديال البانيني هذه زويونه ديال البانيني اشكون الصاك
هذا المحل الثاني كما قال لكم ايوب ديال السيد اللي خدينا عنده دابا الثلاجه اللي خدينا عنده الثلاجه. هذا المحل الثاني غادي يدير في داكشي ديال الكوكوتات، داكشي ديال الديكوراسيون ديال الكريستال زوين، داكشي ديال الكريستال الله كما قلت لكم بفرقهم غير واحد المحل ديال محل الحانوت. كيف قلت لكم تبارك الله راه غادي داكشي ديال العطريه، داكشي ديال الطحانات هنا، داكشي كلشي غالبا داكشي ديال الكوزه، داكشي اللي رجعت هذا كبير واقيلا ما خصش دير عباره خالتي ضروري خص العبر باش تجيبي هنيش غنجيبيه لاصق لاصقش على الصرج وخصنا نعبر عليه طال الشرج. اي لا صافي الصرج باش ملي طالع الصرج مع ثاني ملي جهاد باخر عاوتاني مهزوز على الباهي مهزوز. دوزان هذا شوف هذا دواعن هذا خاطر شوف شوف ها دواعن شوف هم شكون تعطيك باش كتسس هذيك الفقنه شي حاجه زوينه اللي صقه شريتهم شريتهم عيا دواعن هذا خاطر ما حد حاج هنا، ما حد حاج هنا، ما حد حاج هنا. أقول لك عيقتي انت بزاف، انت جبت لهم الشطاك الغيادي دابا عطيني انت الغيادي شحال هادي 180 180 كيسان اخوتي اللي عجبوني انا صراحه بالله هذا كيسان مزيان شي غادي الكيسان هذا هذاك القدام هذا القدام الصراحه هذا ولي ماشي داك القدام اللي تما ولي كان ولي كنا بنتي ها ما ولي الغامض ها ما هذا ديال اتاي الصراحه هذا كتجي فيه مشروبه ديال اتاي فنه لا تقلع عليهم باش يعجبوني باش يزينهم كيدير في وسطهم ديك العروشه ديال النعناع كيعطيك يجي الكاس كتشهر تشوف فيه شوفي داكشي غزال تبارك الله، الحمد لله المحل متول داكشي تبارك الله وغزال الله يسخر ليه يا ربي امين الله يدخل. دابا هذا راه محل قريب لينا هذا عاوتاني غير ديال هذا الشيء غادي يشري الدكدي، داكشي ديال الدكدي داكشي الصغير داكشي هذا والاخرين داكشي تبارك الله التقيط التلالاج سلامون جاي البيفيات دابا ديتو الثلاجة دينا بيت النحاس اش بغيتي دينا فيلف على راسي بيت النحاس دينا الثلاجة ودي ما عرفتش بيت النحاس وليد نعم مزيان عاجبك الحال؟ ايوا نكتب عليك ما عاجبني مرتاح؟ مرتاح ما بوكا بزاف عاجبك الحال انت؟ ها؟ هذه شحال من كيلو؟ علاش تقول 11 كيلو؟ ما عاجبني الحال ما بوكا يا تدير فيها ملايا صغيرة تبني فيها جمل داك الشيء اللي قلت لكم داك الشيء اللي قلت لكم شحال من كيلو هذه؟ ها ماما 8 و 11 واش بنا 11 زعما نصبروا فيها جمل والله العظيم بالله كيقلبوا على شي حاجه كبيره ما خدامش مزيان ها؟ خدام مزيان دابا يقولوا لنا الناس مال شريف دابا تيقولوا لي الناس التعريق كاين ناس يكونوا مجربينه مجربين صراحه ولا دوك العاديين كاع ولا هادو انا بعدا دوك الاخرين راه عندي خلاص واللي قال لك هادو ما نعرف تيصبنا حتى هذا دخلتي حد اخر لا كاع عندهم بحال هادي الناس اللي مجربين هادو الاخرين هادو اللي تيديك كدير فيها التيد اوتوماتيك ماشي التيد عادي شوفي انا هاد الماكينه جابنا مسكين قرعه ديال الماء هانتوما شكرا ليه عطاها الحاج قبيله وحده ديالو دابا نطقوم مع خوتي هانتوما صراحه الله خلي الحاج وخاتي بعطينا ما مخلينا مخصوصين حتى شي حاجه حاجه كان واخا حنا نقولوا لهم ما تشريو لناش وداك الشيء وما كيمشيو كيجي حاجه اللي ناقصه وداك الشيء كيجيبوا هاد الدار ويلي خاتي فاطمه حافه بحلوفها لا بيجا تا هاد النهار تتغوير في الدار خليها راسها باش دايره وفاء فين وصلتو دابا؟ لا وصلنا حنا جالسين حدا العروسه الجديده اه يا شنو هادي دابا هادي الزرده ديال هادي قولي له هذا؟ شنو حسبوا دابا هادي الزرده ديال الطوموبيل ولا شنو؟ لا بغيت ها؟ حاجة راس كاينة زاد في راسي ديال عاد خلص الثلاجة وجاي جاي يكملها بالعشاء يكملها دير لهم صالة لقاش بابا كيضحك كاع هو دابا الصراحة والله إلا بقيت عيان ما بقاتش على عرفتي تي عيا هو خلاص ما تيقدش يسهر ما تيبغيش يدور حنا ما ضرناش بزاف الصراحة مشينا المرجان ما ضرناش بزاف لا غير ضرنا شي المحل الآخر غير يزن هذاك المحل اللي نزلنا فيه غير يزن الصراحة كنا تقضينا منه شحال هذا نزلنا نشوفو لقينا ثمن زوين الصراحة لقينا ثمن تقريبا شي 30000 صح الوقت غلط الصراحة كلشي غلا كلشي تزادو اي والله يعاون كل واحد والله يسهل على كل واحد ويرزق كل واحد من حياته لا يحتسب امين يا رب
أسامة شنو هو جوابك؟ بطاطا حيمة. ها؟ بطاطا حيمة. واش فيك الجوع؟ بطاطا حيمة. بطاطا حيمة. بطاطا والحيمة؟ إن شاء الله. يلا راح لداك الشرج مشو قدام. أنا حيت خوتها تسترجع منين نحاول تطلع الطلوبين. هاك طلع العروس هاي. انا خرجت جميع حيت كنا هوياتي. دابا حنا في مدينه بوفكران. بوفكران خلاص معروفه هي غير بالشوارع. الاقتصاد ديال بوفكران هو هذا. عندك داك المواد الفلاحيه تبيع داك الشيء ديال المواد الفلاحيه والدروكري والشوايه. واني اغلبيه الشوايه. طلعتي تمشي للكوبتر من الفوق احسن مابقاش غير فيه العافيه. والما سبحان الله كي داير؟ الما هنا باس شويه. شوفوا الحاج باس تي. والحاج سبحان الله الما ديالو تبارك الله. بدا غير 15 كيلومتر غير الحاج. 15 كيلومتر والمن بدل سبحان الله العظيم. ها بدل بزاف باسل عندهم باسلي والحمد لله. مش عيون انا والو. والما ديال الحاج حلو وواحد الحلاوه فيه بزاف. ما كاينش بحالو حتى نمشي فين ما مشيت وحتى الناس اللي كيجيو لمدينه الحاج لا مدينه الحاج تيفران تيفران مدينه الحاج بوحدها المدينه تيفران 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 فيه الماء زوين مدينتك عزيز عليا تعيني فران عيني فران زوينه اكثر يا عين خادم هذا ما تبارك الله كيدير في الحاج بولا. ايوا الحمد لله عليه كما كان. واحد الحلاوه فيه. الحمد لله عليه. حتى الماء عندنا حنا في البير في البلاد. حتى الماء. حتى انا كنشرب منه فن. والله الا واعر. الحمد لله يا ربي. الحمد لله اللهم لك الحمد. اليوم قنبطنا الوليد. تقبطت به الوليد هذا النهار هذا. ما يعاودش يقول ما تقبطتيش به انت. يبقى يخدم النهار لحدو. لا انا ما عمري درت له هذا الشيء لا. ما عمرك انا دري ويش اسير اشمن. طايحه عليه رخيصه بعدا انا كاع. اش كتقول له ولد فاتجين؟ ها رخيصة هاكا تجمع داك الشيء مرة من راس. طيح عليك رخيصة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية للمشاهدين قناة المرجع، كنشكركم على التتبع ديالكم. بالنسبة لهاد الشيء هذا راكم عارفين راكم مجربين كل شيء. فاش كتخرج فاش كتخرج مع المرة حنين راس وصافي. خليتي تدوز العجاجة وصافي. إيوا الحوايج الأساسية. بالصحة والراحة. يعطيك الصحة وبصحتك حتى نتايا وبصحة المتبعين كاملين. هانتوما هذه هي العشية ديالنا. شي تبارك الله غير. كي داير رقيوق وزوين. شي من الداخل رقيوق. شوف كيجي كيجي زوين بزاف الماكلة. مفشفش. لا مفشفش. ما فيهش اللبابة واش كاين؟ ما فيهش اللبابة بزاف. لا لا قليل ما فيهش اللبابة. كنخلي فيه والو هنا. المتبعين ديالنا كما كتشوفوا. ها هنا هما الله يرضى عليك كما كتشوفوا دابا تعشينا مسكين خاي الحاج خلاص هنا العشاء شكرا ليه بزاف صراحه هضره كما قلت لكم في الفيديو قلت لكم راه ما تيخسروناش خاطرنا حتى شي حاجه سواء كنا باغيينها وكيحسوا بينا يعني حاجه باغيينها وداك الشيء كيبغيو يديروا لنا خاطرنا بزاف الحوايج ابار حاجه غير هذه ديال النشير مسكينه اختي فاطمه شفتنا هذيك راه كانت ترسات لنا وخذاتها واخا هكاك مسكينه كانت تبغي دير لنا العقوبه في التالي ما كتقدرش معطيها رسوله حتى لو هرسوله لا اختك اختي فاطمه والله الا كتبغي دينا العقوبه مسكينه ما كتقدش لا لا اختك علينا خالتي شكرا على كل حديد هي اختي لا اختك علينا شكرا لك بزاف خوتي متابعين شكرا لكم التتبع ديالكم كنشكركم بزاف وايوب قول لهم جامع لكم الى اخر فيديو ان شاء الله باي باي باي.